حسينا به. شوية بصح دوك طلع سخانة، ومن ناحية الحق حتى 31 درجة بالغواط، يعني الحر راح يكون شوية سخون على الولايات الغربية والوسطى للوطن. نظن أنه الصيف حب ياخذ مكان الربيع، يعني حتى على الولايات الجنوبية للوطن يوم العشية إن شاء الله راح نسجلوا حوالي 40 درجة كأعلى مقياس. اعتدنا على قليل من الامطار، خلينا نقول قليل من الامطار خلال شهر افريل، لكن هذا الشهر طبعا ما هاد كانش العام بزاف ما كاش الامطار. باغابوغ العام اللي فات، العام اللي فات كان الحال شوية بارد وكانت كاينة شتا، هاد العام ما كانش هارون ما كانش امطار، ان شاء الله عطيه بالك شتا توخر حتى لشهر ماي ربما، هو ممكن. العلم لله يعني. بصح ان شاء الله حنا نتمنى ونتفائل ان شاء الله ان خير شاء الله. ان شاء الله. هارون شوفوا الحال كيفاش راهو، مع الصباح ومع الفجر كان كاين ضباب، دوك يبدا يروح هذاك الضباب، هذيك السحب تاني تبدا تروح، تكون كاينه ان شاء الله شميسه تميز معظم الولايات الشماليه حتى الولايات الجنوبيه. بالجنوب ديالنا ان شاء الله حتكون كاينه سحب رايحه تكون عابره بلا فعاليه على شمال الصحراء وكذلك منطقه الواحات، يعني الحال راح يكون شويه مغيم على شمال الصحراء، جويه غردايه ورقله كذلك الوادي وتوغرت. نشوفوا مع بعضنا درجات الحراره اللي حنسجلوها مع العشيه، ان شاء الله رايحه تلحق الى حوالي 31 درجه اعلى مقياس على الولايات الشماليه بالغواط، نسجلوا في حدود 30 درجه على المسيله وبوسعاده، 27 درجه على البيض نعامه ومشريه، 26 درجه نسجلوها على تلمسان ومعسكر، 29 درجه بش بش بشلف أقول 24 درجة على وهران ومستغانم، 25 درجة بالجزائر العاصمة تيفازا وشرشال، 22 درجة على جيج العنابة وسكيكدا، 24 درجة على قلمة سوق عراس تبسة والطارف. بالجنوب راح نسجلوا العشية إن شاء الله حوالي 35 درجة على غرداية والمنيعة، كذلك على بشار 38 درجة بتندوف، 39 درجة بالصحراء الوسطى على عين صالح أدرار وتيميمون، 34 درجة على إليزي جانا وبرج الحواس، و37 درجة على عين قزام وعين الزاوية، ونرتقبوا حوالي 40 درجة كأعلى مقياس على برج بجي مختار. نشوفوا حالة البحر للصيادة اللي متوجهين رايحين يصيدوا ولا رايحين يقعدوا في البحر. نقول لكم البحر على السواحل الغربية للوطن راح يكون كالم، ساعة على ساعة يولي شوية مضطرب، على السواحل الوسطى البحر إن شاء الله مع العشية راح يكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب، على السواحل الشرقية البحر راح يكون مضطرب، ساعة على ساعة راح يولي قليل الاضطراب. الريح سرعتها ما تتعداش 40 كيلومتر في الساعة على طول الشريط الساحلي. الرؤية دوك على السواحل الغربية راهي متوسطة، رايحة تتحسن غير بالعقل مع العشية، مع العشية تاني الرؤية حتكون حسنة على السواحل الوسطى والشرقية للوطن. فيما يخص اتجاه الأمواج راح يكون شمالي شرقي على السواحل الغربية والوسطى، وراح يكون من شمالي إلى شمالي غربي، هذا على السواحل الشرقية للوطن. فقط لو يسقسي على حالة الطقس هارون قلوا بلي إن شاء الله نهار الخميس راح يكون تغير في حالة الطقس على الولايات الشمالية للوطن، وش راح يكون؟ راح يكون إن شاء الله فيه أمطار وتراجع في درجة الحرارة إن شاء الله.